أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الصادرة لهذا اليوم. من المواقع المحلية، مؤجرون في صنعاء يطردون سكان منازل لصالح الحوثيين. حملة لاقتلاع أشجار القات في محافظة ذمار اليمنية. وفي الأخبار المنوعة، هل يخسر ترامب سباق الرئاسة بسبب حديثه عن النساء؟ أهلا بكم. منذ اجتاحت جماعة الحوثي صنعاء محدثة انقلابا على الدولة ومؤسساتها في 21 سبتمبر 2014، وهي تستقدم أتباعها والموالين لها من صعدة وحجة وعمران إلى المناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، لا سيما صنعاء، بغرض توطينهم، الأمر الذي تسبب في أزمة في السكن وفقا لتقرير نشره موقع المشاهد نت، والذي عنوان: المستأجرون ضحايا ثراء الحوثيين وجشع المؤجرين. قال الموقع إن أكثر المتضررين من هذا التوطين هم الموظفين المنقطعة رواتبهم لخمس سنوات وذوو الدخل المحدود، ممن قضوا في بيوت الإيجار سنوات دون أن يتعرض لهم المؤجرون. اضطر الكثير من المستأجرين إلى إفراغ المنازل والشقق التي كانوا يقطنون فيها بناء على طلب المؤجرين، لأن هناك مستأجرين جدد من الحوثيين أبدوا استعدادهم لدفع أضعاف مما يدفعه المستأجرون القدامى. أحد المواطنين ترك شقته وبات وأسرته دون مأوى يتنقل بين بيوت أقاربه بصنعاء، في حين وزع أثاث منزله ولم يجد شقة أخرى يستأجرها رغم بحثه المستمر. قال إن المؤجر طلب دفع ضعف الإيجار ما لم عليه الخروج، كونه تلقى عرضا مغريا من أحد الحوثيين. حصار تعز، إرادة تجار الحرب. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفة: تأبيد معاناة المدنيين في مدينة تعز يعكس لا أخلاقية الحوثيين بدرجة رئيسية، كونه حصاراً بلا هدف عسكري، كما أنه لم يكن ذا أولوية في حسابات أطراف الصراع وتفاهماتها، ولا في أجندة المبعوثين الدوليين المتعاقبين في اليمن. فعلى الرغم من محاولة ميليشيات الحوثي مقايضة فتح الحصار عن مدينة تعز جزئياً باحتفاظها بسيطرتها على مدينة الحديدة، فيبدو أن الأمم المتحدة في اليمن لم ترى في بقاء هذا الحصار من عدمه أثراً مهماً في سياقات الحرب الشاملة أو في التسوية السياسية بين فرقاء الصراع، ومن ثم جعلته ملفاً سياسياً داخلياً يخضع لإرادة فرقاء الصراع المحليين في اليمن وتقديراتهم، لا معاناة إنسانية يقتضي حلها لتحسين الشروط الإنسانية لأبناء المدينة. فمع حرج كثير، فرض اتفاق ستوكهولم ملحقاً ثانوياً يقضي بفتح منافذ الحصار عن مدينة تعز، إذ أوكلت هذه المهمة للجنة مشتركة مشكلة من ميليشيات الحوثي وقيادات سياسية من مدينة تعز، ولكن مهام هذه اللجنة وأدائها ظل خاضعاً لمزاجية أطرافها، وبالتالي تسويفها. ففي حين أعلن فرقاء الصراع قبل شهر اتفاقهما على فتح منفذ الحوبان أمام الأهالي، فإن كل التفاهمات وعلى مدى نحو عام فشلت في حلحلة هذا الملف الإنساني لحسابات أخرى بين الطرفين تتعدى النيات السيئة. انتهت المسارات التفاوضية التي قطعتها اللجنة المشتركة لفتح منافذ مدينة تعز إلى طريق مسدود، بما في ذلك الجهود الحثيثة التي بذلها محافظ تعز الأسبق شوقي هائل سعيد، إذ تشي مواقف أطراف الصراع اليمنيين بأن فشل فتح الحصار يتعدى وجود عراقيل على الأرض عسكرية أو فنية مهمة كتمشيط الألغام، إلى تمسك الأطراف بالمكاسب المترتبة على الحصار، إذ أوجدت البيئة المستقرة للحصار منافع متعددة ومتداخلة للمتحاربين من خلال اقتصاد حرب ناشط يتحرك بين الجبهتين، يتجاوز صراع الفرقاء إلى تفاهمات اقتصادية متبادلة. تزايدت مؤخراً عدد حالات اختفاء الأطفال من محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ مطلع العام 2019، وعنوان موقع الصحوة نت: تزايد عدد حالات اختفاء الأطفال في ذمار يثير جدلاً واسعاً بين أوساط المجتمع.
وأحدثت هذه الجرائم أو أحدث هذه الجرائم تعرض فتاة للاختطاف يوم الأحد الماضي من أمام مدرستها في حي السكينة، ولا يزال مصيرها مجهولا حتى اللحظة. مصادر حقوقية أشارت إلى أن الطفلة اختطفت من أمام مدرسة خديجة للبنات بالقرب من جهاز البحث الجنائي أثناء توجهها لسحب ملفها من إدارة المدرسة. وفي صبيحة يوم الاثنين تعرض الطفلان عبد الله عبد السلام أبو ساعد وعدنان أكرم أبو ساعد للاختفاء من أحد أحياء وسط المدينة، وتم العثور عليهما في محافظة إب على بعد 65 كيلومتر من محافظة ذمار. إلا أن مصادر خاصة قالت لصحوانت أن ميليشيات الحوثي اشترطت على أسرة الطفلين تكتيم خبر اختطافهما وترويج فكرة سفرهما لزيارة محافظة إب. وقبل شهرين تعرض أحد الأطفال يبلغ من العمر 16 عاما للاختطاف من أمام ملعب الاستاد الرياضي، وعلم مؤخرا بمكان تواجده في جبهة البيضاء في صفوف ميليشيا الحوثي. ووفقا للموقع، بلغت عدد حالات اختفاء الفتيات والأطفال في المحافظة 5 حالات تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات إلى 15 سنة. تواصل جماعة الحوثي المسلحة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ابتزاز المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية ونهب المعونات أو فرض نسب على كل مشروع يتم تنفيذه تحت ذرائع متعددة ويعنون المصدر أونلاين. الحوثيون يواصلون هوايتهم المفضلة نهب المساعدات وابتزاز المنظمات الدولية. ويشكو الكثير من العاملين في المجال الإنساني من سعي الحوثيين للتحكم بشكل أساسي بمسار المساعدات والأموال المتدفقة من المانحين إلى اليمن، تضطرت بعض المنظمات إلى نقل مشاريعها الإغاثية خلال النصف الأخير من العام 2019 لمناطق سيطرة الحكومة، مع أنه كان من المفترض تنفيذها في المحافظات المسيطرة عليها من قبل جماعة الحوثي حسب دراساتهم المسبقة. منسق ميداني لإحدى المنظمات الدولية في عدن قال للمصدر أونلاين أطماع جماعة الحوثيين زادت خلال العامين الأخيرين. وأضاف المنسق الذي فضل عدم ذكر اسمه أن العاملين في المجال الإنساني بمناطق سيطرة الحوثي ممنوعون من القيام بأي مسح ميداني لأي منطقة واختيار المستفيدين. السفير اليمني في الأردن علي العمراني يكتب عن الفرق بين مسيرتين إحداها تمضي بها البشرية ومسيرة محلية تمضي باليمنيين إلى الماضي والتخلف عن البشرية، وأضاف في جزء من مقال تنشره بلقيس. من الواضح أن المسيرة الإنسانية خلافاً للمسيرة القرآنية المزعومة تتجه بصفة عامة نحو التسامح والعدل وإبعاد السياسة والحكم عن الخرافة والقداسة بشكل مطلق ونهائي، بحيث يختار الناس الأنسب لإدارة شؤونهم لوقت محدد ثم يذهب ليعود مواطناً عادياً أو مواطنة عادية. وعلى الرغم من أننا نعيش في نفس القرية الكونية مع الآخرين، فإن منطقتنا أو أكثرها قد لا تنعم بمثل تلك الحقوق بشكل كامل إلا متأخراً للأسف، لأن الماضي وأشكال التخلف وضعف المعرفة ما تزال تؤثر عندنا كثيراً، لكن أموراً من قبيل الإمامة وما يشبهها من الحكومات الدينية لن تعود بأي حال وتحت أي ظرف، وستجهد الشعوب ولو تكلفت كثيراً أي محاولات غبية من هذا القبيل. ولسنا هنا بمعرض التنديد بتاريخ العرب والمسلمين وماضيهم، ففيه الكثير مما يعتد به مقارنة بسواه من التجارب البشرية، ويكفيه الظلم والتهميش الذي يتعرض له من خصومه التاريخيين، لكن لابد أن يسلم الجميع أن الإمامة والخلافة وما اكتنفهما من أدبيات وجدل وصراع كل ذلك من التاريخ، أما الحاضر والمستقبل فهو يتطلب عقداً اجتماعياً جديداً يستند إلى حقوق وواجبات المواطنة وحدها وإلى اختيارات المواطنين دون إكراه. ولعل ذلك أصبح بديهياً تماماً، لكن ابتلاءنا بأمثال الحوثي وداعش حتمت الخوض من جديد في قضية يفترض أنها تاريخ وماض. وفي حال اليمن لو أن الحوثي أتى البيوت من أبوابها فلن تكون هناك مشكلة، لكنه آثر وما يزال فرض نفسه بالعنف والدجل والخرافة، وقدر اليمنيين في هذه الحالة الرفض والمقاومة حتى يستقيم الأمر.
قالت صحيفة عربية إن هناك حملة ميدانية لاقتلاع أشجار القاتف في مديرية دوران آنس محافظة دمار وغرس أشجار البن مكانها، وعنونت العربي الجديد: حملة لاقتلاع أشجار القات في محافظة دمار اليمنية. قالت الصحيفة إن أول حقول اقتلع منها القات بداية الشهر هي مزارع مدير مكتب الزراعة في المحافظة والمرشد الزراعي في المكتب حتى يكونوا قدوة لغيرهم. أضافت الصحيفة: الحملة تهدف إلى تقليص الرقعة الزراعية لشجرة القات وغرس البن بدلا منها لكي يستفيد المزارع اقتصاديا. ووفقا للعربي الجديد فإن الحملة لاقت تأييدا واسعا من المزارعين، وتم اقتلاع شجرة القات من مساحة تقدر بأكثر من 10,000 متر مربع في اليوم الأول والثاني للحملة. وتزرع شجرة القات بشكل كبير في اليمن، لا سيما في المناطق الجبلية الشمالية ومناطق الوسط، وتعد إحدى أهم النباتات التي تدر دخلا كبيرا لملايين اليمنيين الذين يقومون بزراعتها أو المتاجرة بها. تستعد الميليشيات الحوثية خلال الأيام المقبلة وعبر ما تسمى هيئة الزكاة التابعة لها لتنفيذ عمليات استهداف ونهب وتعسف جديدة ضد المئات من التجار ورجال الأعمال في أمانة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لقبضة الجماعة. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، هيئة حوثية تطلق حملة إتاوات ضد التجار وتتوعدهم. كشف تصريح صادر عن القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان رئيس ما تسمى الهيئة العامة للزكاة التي أنشأتها الميليشيات مؤخرا بديلا لمصلحة الواجبات الزكوية الرسمية، عن أن الجماعة بصدد إعلان القائمة السوداء للتجار المتلاعبين والممتنعين عن أداء الزكاة. وفي موضوع متصل تصف الميليشيات ما تبقى من المنظمات المدنية والخيرية والمجتمعية العاملة بمناطق سيطرتها بالمنظمات المشبوهة، رغم أن الميليشيات ذاتها اقتحمت مقر المئات منها ونهبت وصادرت كل أرصدتها ومحتوياتها، في حين أعلنت الجماعة وعقب سياسة التجريف التي نفذتها عن تأسيس مئات المنظمات التابعة لها بهدف فرض سلطتها الكاملة على العمل المدني والمجتمعي وكذا الخيري. كيف سنتركها لمن خلفنا من الأجيال؟ وماذا سنسجل لهم في صفحات تاريخنا لعدن ليس معنا وبين أيدينا من إنجاز صنعناه ولن نترك لهم فيها إلا خرابة؟ هكذا كتب جمال مسعود مقاله المنشور في عدن الغد متحدثا عن مدينة عدن، وقال في أجزاء من المقال: إنها عدن وليست غيرها، لؤلؤة شبه الجزيرة العربية، ثاني ميناء في العالم، مدينة المحبة والسلام. إنها عدن، هكذا قالوا عنها من تركوها لنا جوهرة مرصعة بالأحجار الكريمة. تركوا لنا فيها كنوزا أثرية ورقيا وحضارة جاهزة للاستخدام والانطلاق نحو العالم المتحضر والمجتمعات الراقية. عدن كما قال عنها أحدهم: إذا أردت شيئا جميلا وله قيمة فابحث عنه في عدن وستجد فيها ما لا تجده في غيرها من المدن. كانت عدن هكذا بحسب ما سمعنا عنها وأدركنا بقاياها إلى حين، فأين هي الآن؟ أين كريتر والمعلى والتواهي؟ أين جبل شمسان وساحل أبين والغدير؟ لقد أصاب عدن ما أصاب أهلها، انتزعت عنها وعنهم بركتها، قست القلوب وتشققت النفوس، واشتد حرها ولهيبها من فيح بركانها الخامد بنفسها الطيب الذي زال لتنبعث من جديد لفحات وليس نفحات، لفحات تحرق الوجوه وتشوي الأكباد لتقتل في أهلها النفس الطيب واللين والرفق. كانت جميلة فتحولت ولامعة فصدئت، وبراقة فأفلت بأيدي أهلها لا بيد غيرهم. حقا لقد حولوها قرية، فهل منعناهم من ذلك ووقفنا حاجز صد لنحافظ عليها عاصمة ومدينة؟ اعتدينا على أسلاك الكهرباء وأنابيب المياه وكابينات الاتصال، أغلقنا أبواب المتاحف، خالفنا قواعد السير ونزعنا أرقام السيارات والمركبات، ورفعنا أصواتنا فوق الشرطي والعسكري والضابط، حفرنا الطريق وقطعناه وضيقنا على الجاري المسكين، ونصبنا الخيام في الشوارع نحتفل بمناسباتنا، وكدسنا العوائق في الطرقات، أخفنا أهلنا وجيراننا وأبناء مدينتنا بصوتنا العالي وخطابنا المتعالي وأسلحتنا المتنوعة. إنها غابة في عدن، وحوشها أبناؤها لا أسود فيها،
فأسودها قتلت في الحرب أو لا زالت في جبهات القتال أو منكفئة على نفسها في البيوت. إنها غابة عدنية عما فيها القتل والترويع والشروع في التجويع والتجريع، يخربون بيوتهم بأيديهم. هكذا جعلناها غابة تعلو فيها أصوات الفوضى والعنف والاستكبار والغطرسة والجرأة على النظام والقانون. إليكم آخر ما ابتكرته الأنظمة العربية لقتل شعوبها، حيث نطالع من صحيفة بريطانية وتحديدا من صحيفة التايمز، والتي عنونت تحطيم جماجم المتظاهرين بعبوات الغاز. تقول الصحيفة: توجد طريقة جديدة للموت في العراق تضاف إلى السبل الأخرى للموت التي يواجهها هذا البلد، حيث قتل العشرات من المتظاهرين عن طريق إطلاق عبوات الغاز لتصيب جماجمهم مباشرة. وتورد الصحيفة قصة أحد الآباء العراقيين والذين كانت وفاة ابنه الثالث ناجمة عن إصابته بعبوة غاز هشمت جمجمته على جسر الجمهورية الذي لا يبعد كثيرا عن محل تأبينه. مع خوض عدد من النساء سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل أمام دونالد ترامب، يتوقع أن تكون لغة الرئيس في وصف خصومه محل اهتمام كبير، فهي تختلف لغته الهجومية حسب جنس الخصم. ففي إحدى الحوارات الصحفية أشار ترامب إلى سفيرة بلاده السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش بوصف هذه المرأة وليس باسمها، وعنوان موقع البي بي سي: دونالد ترامب هل يخسر سباق الرئاسة بسبب طريقة حديثه عن النساء؟ يذخر تاريخ ترامب بالكثير من التعليقات المثيرة للجدل بشأن النساء، حتى النساء التي يدعمن ولم يسلمن من اللغة والنقد القائمين على التمييز. ففي حوار وصف ترامب مستشارته كيلينيا كونواي بأنها رائعة، لكن كان يجب أن تؤثر على زوجها وهو من أكبر معارضي الرئيس. وأضاف: كان يتوجب عليها القيام بأشياء سيئة بحقه لأن هذا الرجل مجنون. كما أورد الموقع ما قاله ترامب عن المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة كارلي فيورينا، حيث قال: انظروا إلى هذا الوجه، هل يمكن أن يصوت أحد لهذا الوجه؟ هل تتخيلون أن يكون هذا هو وجه الرئيس المقبل؟ توفي المترجم المعروف صالح علماني، والذي مثل جسرا بين الثقافة العربية والإسبانية، وقد كتب محمد العليمي مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: مقهى وسط يلتقي المثقفون، التقى طالب عربي كان قد فشل في سنته الأولى بدراسة الطب وانتقل إلى دراسة الصحافة بصديق آخر. حمل الصديق في يديه رواية جابرييل غارسيا ماركيز ليس لدى الكولونيل من يكاتبه. تتحدث الرواية عن متقاعدي الحروب الذين يعانون طويلا ويعيشون حالة فقر مدقع بعد أن اقتسم رفاقه الثروات والمناصب. أخذ طالب الطب الرواية وعاد إلى منزله، وعندما أنهى قراءتها قال: يا له من روائي موهوب. لقد شعر أن هذا الأدب الذي يكتبه ماركيز كان مغيرا لما يعرفه القراء العرب. في ذلك الوقت بدأ ترجمة أول فصلين من الرواية، ثم نسي الكتاب مهملا في غرفته. بعد 3 سنين عاد صالح علماني ليترجم قصص ماركيز، ثم بدأ بترجمة روايات أخرى حتى أصبح بوابة العرب نحو أدب أمريكا اللاتينية، ذلك الأدب الغريب الذي يشبهنا ويشبه بلداننا العربية وتفاصيل حياتنا السياسية. وقد بلغت مجمل أعماله المترجمة أكثر من 100 كتاب. ورث علماني هذه الموهبة في نقل الحكايات عن أبيه. في حوار صحفي قال: لقد كان والدي حكاء بارع، ونحن أطفال كنا نتشاجر مع أطفال أقارب أو جيران لنا عندما يذهب أبي للسهر لديهم. نتشاجر أيضا أين سيسهر أبي في ليالي الشتاء، لأن الجميع لا يريد أن يفقد متعة الجلوس إليه والاستماع إلى قصصه وحكاياته وأحاديثه، وهو مجرد فلاح أمي. لو أن ماركيز، وهو الروائي العالمي الحائز على جائزة نوبل للآداب، كتب روايته باللغة العربية لما كتبها بأفضل مما فعل صالح علماني. لقد كان لصالح علماني فضل بأنه عرف العرب بالأدب الإسباني، وكان الجسر الأول والأهم الذي عبرت من خلاله الثقافة الإسبانية نحو الوطن العربي.
اتجاه علماني نحو ترجمة الأدب الإسباني كان له أثر عميق على جيلين من القراء اليمنيين والعرب. قصة تحوله للترجمة أيضا لها دلالة كبرى، وهي رسالة لكل إنسان ألا يسير في الاتجاه المغلق متى تيقن أنه طريق مغلق حقا. مجموعة من الصور الفوتوغرافية نشرتها صحيفة الجارديان للتعبير عن جمال الطبيعة وضرورة حمايتها في جولتنا اليوم. بعيدا عن الكلمات، يتحدث رسامو الكاريكاتور ويبدون آراءهم من خلال الريشة والألوان. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها الآن. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.